ديالي مرحبا بك. صباح الخير، بلا ما نخدم اليوم صبحنا عليكم. حنا في أزلة جينا اليوم نروحو الروندو نهائي، كنت هو مزيون بزاف. ومهم دابا جينا في طرف حق هيوا على بحر أزلة، ومن بعد غادي نمشيو للغابة أزلة باش طبعا نستكشفوا هذيك الطبيعة اللي قريبة من تطوان، بزاف الناس ما كي يعرفوها شي. ومن بعد غادي نمشيو للفيرما، ابخي سا غادي نخلف واحد المسافة 10 كيلومترات، ومن بعد غادي نزورو المغارة الأسطورية ديالنا، ومن تما غادي تكون نقطة نهاية، وغادي نرجعو عاود واحد المسافة اللي غادي تكون مليئة بالطبيعة والهدوء. نتمناو تبقاو معنا. شوف انا هبطت اليوم في الجو مشمش والله الا شوف. شوف الفيديو ديالك قايلة شتي، هاي قايلة شتي والله الا. اي برافو. جلال علي محمد، علي محمد صحتك. شو اسمه قبل؟ شوف 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 لما عند شجر ذيك المو والله للطبيعة فرحانة. شوف ها أزلة من جينا يا ديك، كنا جالسين في الشاطئ. كيفاش دوزتي داك الطريق؟ اش نقول على السمنه نطلع هذيك اللي حنا قاصين شويه ولا برافو عليك. شي العائله تطلعوها هو داك تما ديك النفس فهمتي. واخا هي قالت لك من الاوائل هي سبقت، ولكن قالت لنا صعيبه. خمسه لا هي الرابعه، هي الرابعه طلعت حق الله صعيبه تما. لا قلنا كيفاش هذا؟ لا والو. فين حنا دابا؟ فين حنا دابا؟ ما نسقسيكش. لا والو مسقسيني، نحلفنا بالثان سرنا الوطية. كتقولنا على هاد الخارجة؟ وهاد الطلعة اللي طلعتي؟ صعيبة. صعيبة بزاف ولا غير شوية؟ بزاف. بزاف. مادام وصلنا راه مزيان ماشي صعيبة. واش يمكن لك تعاودها مرة أخرى ولا هذه آخر مرة؟ تعاودها مرة أخرى. وتنصح الشباب اللي في السن ديالك يجيو معنا في هذه الرحلات بحال هذه؟ يجيو. يجيو. مزيان الرحلة. شكرا. تصور الشمشات في الدار ديالك اللي بان لك احسن. واش بدي يعطيها الماء؟ انا بقيت.